بسم الله الرحمن الرحيم شروط صحه الوضوء يشترط لصحه لصحه الوضوء عده شروط الشرط الاول الاسلام فلا يصح الوضوء من كافر وهذا شرط خاص وهذا شرط ليس خاص بالوضوء بل هو في جميع العبادات الاخرى من الصلاه والزكاه والصوم والحج فلا تصح من الكافر والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ووجه الدلالة أن نفقاتهم لم تُقبل منهم بسبب الكفر، فكذلك الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج لا تُقبل بسبب الكفر، فالإسلام شرط لصحة الوضوء. الشرط الثاني التكليف من شروط صحة الوضوء التكليف والمكلف هو البالغ العاقل فلا يجب الوضوء ولا يصح كذلك من مجنون ولا صغير غير مميز وأما الصغير المميز فيصح منه الوضوء ولكنه لا يجب عليه وتحديد أو تعريف المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس واختلاف الاماكن، وقيل هو من استكمل سبع سنين، واما كونه لا يجب عليهما الوضوء، فلان من شرط الوجوب التكليف، والمجنون والصغير غير المميز غير مكلفين، يدل على أنهما غير مكلفين ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه. الشرط الثالث: النية. من شروط الوضوء: النية. لقوله سبحانه وتعالى: إنما الأعمال بالنيات، وتتحقق النية بأمرين، تتحقق النية في الوضوء بأمرين، الأمر الأول أن يقصد الوضوء، فيغسل الأعضاء، ويمسح الرأس، يقصد بذلك الوضوء، فإذا لم يقصد الوضوء لم يتحقق ذلك. والأمر الثاني أن يقصد التقرب إلى الله عز وجل بهذا الوضوء، فيكون الدافع لفعل هذا الوضوء بغسل الأعضاء ومسح الرأس هو التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما عنده وطلب رضاه، فإذا تحقق هذين الأمرين صح الوضوء، وإذا لم يتحقق هذين الأمرين فإن الوضوء لا يصح. الشرط الرابع ارتفاع دم الحيض والنفاس. من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس بمعنى انقطاعه، فلو توضأت المرأة وهي حائض أو توضأت وهي نفساء لم يرتفع حدثها. وبالتالي لا يجب الوضوء على الحائض ولا على النفساء، وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور. وقيل ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح أن تتوضأ أو لها أن تتوضأ لكنه لا يجب عليها، والذي يترجح أنه لا يجب عليها وإن توضأت فإنها لا تستبيح به شيء من أعمال العبادات، الشرط الخامس: أن يكون الماء الذي يتوضأ به طهوراً، وهذا شرط اتفق عليه الجمهور من العلماء أن يكون الماء طهورا مطلقا، فإن كان الماء نجس فلا يصح الوضوء منه قولا واحدا، أما إذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر ففي هذا خلاف وقد سبق ذكره، أما إذا تغير الماء الطهور بنجاسة فلا يصح الوضوء منه باتفاق الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى الشرط السادس إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فمن شروط الوضوء أن ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء لا بد من إزالته كالدهن الجامد أو الشمع أو غيرهما وهذا بالاتفاق بين الفقهاء ومن ذلك مساله طلاء الاظافر بالمواد الكيميائيه كالمناكير وما يسمى المناكير، وكذلك اصباغ الشعر بالصبغات غير النباتيه، وكذلك الرموش الاصطناعيه، ونحو ذلك من الكريمات والمساحيق، هذه الطلاءات وهذه المساحيق وهذه الاصباغ هذه إذا اتخذتها المرأة وقت الوضوء أو وقت الغسل فإن هذا يمنع استيعاب العضو بالغسل وبالتالي لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن لم تزال فإن الوضوء غير صحيح الشرط السابع دخول الوقت على من به حدث دائم كالمستحاضة أو كمن به سلس وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم قالوا انه لا بد ان يتوضا في وقت الصلاه فاذا دخل الوقت فانه يتطهر وان تطهر قبل ذلك لم يصح الشرط الثامن ان يكون ماء الوضوء مباحا ومعنى مباحا ان يكون حلالا لا يكون مسروقا ولا يكون مغصوبا وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء ان يكون الماء مباحا فقال بعضهم لا يشترط فلو توضأ بماء ولو كان مغصوبا أو مسروقا فإنه يرتفع حدثه وتزول النجاسة ولكنه يأثم على الغصب أو على السرقة وقيل لا تصح الطهارة به ويرتفع ولا يرتفع آه وقيل لا تصح الطهارة به ولكن قد يرتفع به الخبث النجس تزول عين النجاسة وقيل لا يرتفع به حدث ولا خبث وهذا من مفردات مذهب الحنابله. وسبب الاختلاف في هذه المسأله ان انه ورد امران، الاول واجب وهو الوضوء، ومحرم وهو الماء المغصوب او المسروق. ولا يمكن ان يجمع الانسان بين محرم وواجب في وقت واحد، ثم ان الوضوء قرب لله عز وجل ولا يتقرب الى الله عز وجل بشيء محرم. والذين ذهبوا إلى صحة الوضوء قالوا أن التحريم راجع إلى أمر خارج عن الوضوء، ليس له علاقة بالوضوء، إنما هو راجع إلى الغصب أو للسرقة. فهو يأثم على هذا الفعل. فإذا غسل الإنسان أعضاؤه فارتفع حدثه فإنه يصح ذلك ويبقى الإثم على مسألة الغصب ومسألة السرقة في الماء فلا تلازم بين صحة الوضوء بالماء وبين الغصب او السرقة للماء الشرط التاسع قيام الحدث فمن شروط صحة الوضوء وقيل هو شرط وجوب ان أن يكون محدثا فمن لم يكن محدثا لا يجب عليه واستدلوا بما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث فيبقى على وضوئه ويصلي الصلوات كثيرة ما لم يحدث او ما لم يحصل حدث فشرط وجوب الوضوء هو وجود لوجود الحدث فمن لم يكن محدثا فلا يجب عليه الوضوء ويستدل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سليمان بن بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات يوم الفتح فتح مكه بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا يا رسول الله لم تكن تصنع قال عمدا صنعته يا عمر أي فعلت ذلك من أجل أن أخفف على الناس فيكون ذلك سنة أنه يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد حتى لا يشق على الأمة هذا والله أعلم وأحكم